طبعا المدير الفني للنادي الاهلي رينيه فايلر طبعا عايز قعد مع الجهاز الفني المعاون بتاعه، وكمان بيشوف حاله المعارين لاعبي النادي الاهلي المعارين خارج النادي الاهلي، عايز يعرف موقفهم من المشاركه في مسابقه الدوري، واتكلم مع معاونيه عن ضروره تقديم ملف شامل عن جميع المعارين بالارقام، بيشمل دوت التقرير ده مشاركاتهم وادائهم مع الانديه المعاره ليهم، بجانب طبعا الاصابات لو في اي اصابات اتعرضوا ليها خلال الفتره اللي فاتت، وان فايلر استقر واحنا عارفين بشكل نهائي على اعاده الثنائي محمد شريف طبعا من نادي انبي واكرم توفيق من الجونه. غير كده ان طبعا المدير الفني طلب من المعاونيه كل التفاصيل عن باقي المعارين، لان تم التفكير في اعاده اخرين المعارين من النادي الاهلي في ظل تالق بعض المعارين في الفتره اللي فاتت، مقدمتهم طبعا عمار حمدي اللاعب وسط الملعب المعار لطلائع الجيش. فعايز اقول لك يا سهام ان كمان ملف المعارين بيهتم بيه جدا جدا فايلر، على اساس جزئيه ان بدات فعلا الاصابات تزيد، والجزء الاهم ان ظهر بشكل كويس جدا بعض المعارين من النادي الاهلي في انديه اخرى، وبالتالي صحيح. ممكن جدا النادي الاهلي يستفيد بيهم، يستعين بيهم مره ثانيه للاستفاده منهم. لكن طبعا عمار على يعني على مستوى يعني البدني والفني طبعا يعني عامل شغل كويس قوي مع الطلائع خلينا نقول. والحقيقه مش بس عمار، الاهلي يعني عنده اكتر من لاعب في هذا الاطار، يعني صلاح محسن على سبيل المثال، ناصر ماهر، عندنا ناس كتيره جدا، محمد عبد المنعم من سموحه، ناس كتيره جدا يعني ممكن طبعا فايلر زي ما انت قلت الاهلي يستفيد بيهم في الفتره اللي جايه، احمد ياسر طبعا، ريان، ناس كتيره جدا كابتن هاني. صحيح. وكمان يعني دي من الاعاره، دايما بنقول ان الاعاره جزء مهم جدا من خطه المدير الفني، انه عنده جزء من اللاعبين المميزين صغار السن، فممكن جدا تكون مشاركتهم في النادي الاهلي من خلال الدوري تكون ضعيفه، وبالتالي بيعيرهم للانديه، بيقف على مستواهم، وده اللي طلبه النهارده بايلر، انه كمان عايز يعرف بالارقام المشاركه الكامله لمعارين النادي الاهلي ان شاء الله للاستفاده منهم في الموسم القادم. وهم كمان بيستفيدوا، خد بالك، هم بيستفيدوا ويجوا ينقلوا بقى كمان خبراتهم للنادي. صحيح. الاستفاده الفنيه طبعا انه بيشارك، واللعيب عارفين ان اللعيب دايما لازم يكون موجود في الملعب، وبالتالي المشاركه في الدوري الممتاز مع انديه اخرى دي بتزيد اللعيب كمان على النواحي البدنيه والنواحي الفنيه، وبيكون ان شاء الله جاهز لتمثيل النادي الاهلي بشكل مميز. نروح طبعا لجزء مهم جدا، احنا عارفين طبعا اصابه محمود متولي امبارح واجراءه عمليه النهارده الصبح